ممكن على فكره تبقى اختبار والله. طبعا وده ذكاء على فكره. يعني ما انت مدرب او مدرب مساعد او حتى مدير كوره او ايا كان في الجهاز، يعني انت لازم تكون محضر حاجات كتير قوي، واخد بالك من الصغير والكبير، لان ممكن يتسال سؤال. تمام، يعني السؤال ده مش مساله اختبار من الراجل وبس، ممكن يفيد الفرقه. يعني ممكن في وقت الاوقات في الفرقه، فانت لازم تكون دماغك حاضره. يعني طيب يانكون اللي هو المدير المدير الفني، انا بسميه المدير الفني لحراس المرمى، هل عامل طفره فعلا مع حراس المرمى؟ هل شايف تغيير في حراس المرمى؟ بص يا كابتن اسلام، الارقام لحد دلوقتي لصالحنا جدا، يعني الحمد لله في كل المباريات اللي لعبناها، في كل الاهداف اللي احرزناها، لكن احنا ما زلنا في البدايه. ده مهم قوي، يعني لسه في البدايه. طبعا انت بتتكلم، خلينا نتكلم واقعيين. يعني يعني احنا مش من النوع اللي هو يعني بنزيط مع الزيطه، يعني يعني انت بتتكلم تحليل صح. يعني احنا في بدايه، عدى ثلاث اسابيع بس من البطوله، ثلاث ست ماتشات كجهاز، لكن اللي جاي اصعب بكتير واقوى. أيوة. بكتير، سواء كان محليا او افريقيا. يعني على المستوى المحلي، على المستوى الافريقي، انت هتلاعب في افريقيا ناس عندها تاريخ محترم جدا في بلادها وابطال في بلادها، ومعاك في البطوله الافريقيه، فاللي جاي صعب جدا ومهم جدا جدا ان هو يبقى في الحسبان. احنا ممكن يبقى عندنا ثقه كبيره قوي، لكن ما تتقلبش غرور. تمام، ما تتقلبش ابدا غرور، ممكن يبقى عندك ثقه، لان انت هتقابل في وقت من الاوقات يا كابتن اسلام لو ما فيش تركيز عالي جدا وتحضير عالي جدا. أيوة. واستعداد عالي جدا. أيوة. ما تعرفش تلحق نفسك في الماتش، ما تعرفش ترجع. ده شهر 11 ده، ما تعرفش ترجع، او انا اسف، بعد التوقف ده هيبقى عندك كل 3 ايام مباراه في البطولات المختلفه. طبعا انت عندك انت عندك تقريبا 125 مباراه، وبعدين عندك 29 مباراه، وبعدين عندك 6 مباراه، وبعدين عندك 11 مباراه مع الاسماعيلي. يعني انت هتلعب يوم 29، قبلها 25 في الدوري، وبعدين يوم 29 في تونس مع النجم، وبعدين يوم 6 مع الهلال، وبعدين 11 مع الاسماعيلي. ضغطه مباريات مع فرق كبيره، ومباريات ايه وفرق